حكينا بدنا نعمل برنامج يحسب لي مساحة الدائرة، فلازم أنا عشان أكتب البرنامج هذا لازم أنا أعرف إيش الانبوت تبعي. الانبوت أكيد في البداية أنا بدي أقرأ ريد الراديوس، صح؟ راديوس نص القطب، هاي أول خطوة تبعي المدخلات. ثاني حاجة لازم أنا أعرف أحسب المساحة اللي هي البروسيسنج تبعي، اللي هي هعمل له هنا كمبيوت للأريا، الأريا في السيركل. واخر حاجه اللي هي السبلاي او برنت الريزلتس. هاي الخطوات اللي انا لازم انا اتبعها، صح؟ طيب نيجي على اول خطوه. اوكي، هنا بدي انا اقرا الراديوس، بدي اخذ قيمه للراديوس. طيب اخذنا احنا حاجه اسمها الفاريبلز، متغيرات، تمام، واحط فيها اسميه طبعا الاسم اللي انا بدي اياه، واحط مثلا فاست 5.7. ففي الحاله هذه انا عرفت هنا متغير، المفروض انا عرفت شيء متغير هنا، تمام، عشان ياخذ قيمه الايش، قيمه نص القطب. بس هنا في البرنامج بينفعش انا اكتب راديوس وخلص على طول، تمام، انا هذا بدي اياه هنا فاريبل، والفاريبل ايش حكينا، بيمثل مكان في الذاكره عشان يحجز لي اياه في الذاكره. والفاريبل هذا بينفعش انا احطه اسم زي هيك، لازم اول حاجه يكون له داتا تايب. كل فاريبل، كل اسم انا بسميه لازم يكون ايش، له داتا تايب، له داتا تايب، تمام. حلقه الداتا تايب اللي اخذناها من حتى الان اللي هي بتعامل مع النوميريكال النمبرز، اوكي، والنمبر سواء كان انتجر نمبر يعني عدد صحيح، او كان ايش، فلوتنج بوينت نمبر اللي هو فيه الفاصل 20. اوكي، وحكينا بالانتجر نمبر اللي هو البايت الشورت الانت واللونج، اوكي، والفلوتنج بوينت اللي فلوت والدبل، هذا المطلوب مني احفظهم. هذول انت مع المدة حيصيروا زي اسمك يعني. طيب الانتجر نمبر هذول ايش الفرق بيناتهم، البايت الشورت الانت واللونج؟ احنا حكينا هذول عشان يخزنوا مكان في الذاكره. هل قد بيفرق انه السايز اللي حيتخزن في الذاكره قديش، تمام؟ البايت حيخزن، البايت الفاريبل بايت بخزن لي 1 بايت في الذاكره بس، الشورت 2 بايت، الانت 4 بايت، اللونج 8 بايت، الساعه التخزينيه تبعته. ما دام الساعه التخزينيه تبعته زادت يعني الرقم تبعه اللي بخزن فيه اكيد حيزيد، صح؟ حيكون اكبر. عشان هيك قلنا البايت بخزن بس بامكاني انا اخزن فيه من ناقص 128 ل 127 كعدد بالرينج هذا. يعني بدي اخزن انا 128 في فاريبل من نوع بايت، غلط، ما ينفعش، لانه السعه التخزينيه تبعته ما بتستحملش، لانه حكينا البايت، والبايت 8 بت، صح؟ 8 بت، بس هنا الساين يعني في اشاره زائد وناقص. في اول وحده اللي هي الموست سيجنفكانت بت، هذه محجوزه للاشاره، فبضل عندي 7 بتس بس، هم هذول اني اغيرهم لمين، بالرقم، عشان هيك من ناقص 128 ل 127، تمام، وهكذا الشورت وهكذا الانت. هل مطلوب مني انا احفظهم الرينج من الى؟ لا، مش مطلوب منك تحفظ، بس مطلوب منك انك تعرف مين اكبر من الثاني، مين السايز تبعه اكبر من الثاني، تمام. والبايت هذا باي ديفولت انت حتكون عارفه لانه من ناقص 128 ل 127، تمام، لان انا ممكن انا اسالك في كود، اكتب لك كود اقول لك ايش الايرورز اللي فيه. على سبيل المثال انا عارف اعرف بايت نمبر يساوي 200، هتقول لي هذا غلط لانه البايت بيقدرش يخزن فيه رقم 200 اكثر شيء ل 127، اوكي، هذا لازم يكون عارف. طبعا من خلال الكود حنشوف كيف ممكن انا اشوف ايش اجيب الرينج هذا من الكود نفسه، ممكن انا اعرف، مش مطلوب مني احفظ. طيب هل قلنا هذا لازم انا اعطي له داتا تايب، فالداتا تايب انا هنا اوكي بدي فلوتنج بوينت، فحرفه يا فلوت يا دبل، اوكي، وحكينا الفلوت والدبل هما فاصلة عشرية، بس الدبل البريسيجن الدقة تبعته أكبر، أكثر، تمام؟ والتخزين تبعته أكثر، أوكي؟ طبعا هنا في الجافا باي ديفولت لما أكتب رقم زي هيك هو بعتبره دبل. وزي ما تشوف في الكتاب تبعنا أي حاجة رقم 10 على طول بحكيها دبل. أي حاجة انتجر بعطي له انت على طول، تمام؟ مش معناته إن بدي أستخدم بايت وشورت غلط، لا، تمام. هل قلت مثلا انا بدي اجيب لك اكتب، قلت لك اكتب برنامج، انت في البرنامج حتستخدم اعداد صحيحه، الاعداد الصحيحه الرينج من 0 ل 100، فافضل حاجه انا ايش استخدم؟ استخدم بايت، تمام؟ بس لو استخدمت انت معناه غلط؟ لا، مش غلط، صح برضه، بس ايش افضل ايش انا استخدم؟ استخدم بايت لانه من 0 ل 100. ليش احزج انا مكان كبير بديش انا استخدم الاماكن هذه بالذاكره، اوكي؟ طيب هنا اتفقنا انه هنا الريدس لازم انا اعرفه، فهنا بعرفه طبعا التعريف الديكلاريشن قبل الاستخدام، تمام؟ راديوس ايش معنى الجمله هذه؟
راديوس هذا متغير فاريبل، عملت ديكلاريشن لفاريبل اسمه راديوس، وايش التايب تبعه؟ دبل. تمام دبل. طيب لو بدي اعرفه انا هذا فلوت بينفع. تمام بس هنا اعطاني اياه غلط. ليش؟ لانه باي ديفولت الارقام في الجافا بيعتبر هذه دبل، فعشان يعرف الرقم هذا فلوت لازم احط في الاخر اف. تمام لازم احط في الاخر اف هيك اعرفه فلوت. تمام هذا الفرق بين الاثنين. خلينا نرجع دبل. طبعا هذا السطر ديكلاريشن وهذا السطر اسايمنت. ديكلاريشن انا اعرف اعطي داتا تايب، والاسايمنت اعطي قيمه باليساوي، بس ممكن الاثنين ادمجهم في نفس السطر زي ما حكينا. مثلا هنا الدبل راديوس واعطي له هنا قيمه يساوي مثلا ايش معنى السطر هذا؟ عملت انا ديكلاريشن واسايمنت في نفس السطر، يعني هنا عرفت متغير اسمه راديوس نوعه دبل واعطيته قيمه 5 و 1. هذا متغير خلال البرنامج ممكن انا اغير قيمته. اول مره انا اوكي حجزته في الذاكره واعطيته قيمه 5 و 1، بس بعدين لما وصلت للسطر هذا بطلت 5 و 1 صار 5 و 0. تمام؟ اوكي اذا هي اول. ثاني حاجه اخذناها اللي هي حاجه في اسمها الايدنتيفاير اللي هو الاسم هذا كيف انا بدي اسميه. الاسم هذا له قاعده في التسميه. تمام لازم الاسم هذا ايش يكون؟ يحتوي على ارقام وحروف بس زائد اندرسكور ودولار ساين، غير هيك بنفعش. تمام ايش يعني غير هيك بنفعش؟ يعني لما احط هنا زائد بنفعش، لما احط اشاره ناقص هنا بنفعش. لازم هذا يحتوي على حروف اللي هي الحروف الهجائيه سواء كابيتال او سمول. تمام وارقام واندرسكور اللي هي اندرسكور هذه او الدولار ساين. اوكي هيك بنفع. تمام طيب وايش كمان لازم؟ لازم يبدا بحرف تمام او اندر حرف زي هيك او اندرسكور او دولار ساين. بنفع بنفعش يبدا برقم، او ممكن يكون رقم بس مش اول واحد. تمام ممتاز. اذا عند الراديوس هذا صار ايدنتيفاير، والمين هذا برضه ايدنتيفاير، والفيرست بروجرام برضه هذا ايدنتيفاير. تمام اسمع اوكي. طبعا لما اسمي هنا ار كابيتال برضه هذا ضلت راديوس مزبوط، بس صار هنا حط لي على هذا غلط. ليش؟ لانه قال لي حاجه انت مستخدمها مش معرفها. طبعا هي معرف راديوس، بس احنا حكينا الجافا هذه كيس سنسيتيف، الكابيتال غير السمول، كان صار الراديوس هذا ار كابيتال غير الراديوس الار سمول. تمام فبدي انتبه للشغله هذه بيكون الشيء المتوافق. ممتاز اذا هي اول نقطه. بعدين هنا بدي انا احسب الاريا. الاريا ها بدي اكتب هنا الاريا يساوي ايش مساحه الدائره؟ راديوس في راديوس في الباي، راديوس مضروبه في الراديوس مضروبه في الباي اللي هي 3 و14، وكل الجمله بدي احط ايش؟ فاصله نقطه. هنا رجع برضه الاريا، هنا ايش الاريا؟ معروف محتاجه اعملها ديكلاريشن، فبعمل هنا دبل اريا. او بامكاني ان اكتب وين اول استخدام لها اكتبها هنا دبل. تمام ما اكتبهاش هنا اكتبها بينفع. بس انا بتبع اسلوب كل الفاريبل اللي بدي اياهم بعرفهم ايش في الاول وبعدين انا بستخدمه. تمام طبعا لما خليت انا هنا انا عرفت هنا ايش؟ متغير دبل. اوكي وفي السطر هذا رحت كتبت دبل اريا طلع لي عليه غلط. ليش؟ لانه ما بنفعش اعرف متغير واحد اكثر من مره، بعطي له تايب بس مره واحده. يعني هنا الاريا اوكي انا اعطيته تايب، خلص ما بينفعش انا اعطي له تايب كمان مره في البرنامج، خلص هو صار دبل بستخدمه على اساس دبل، ما بينفعش انا اجي اعرفه كمان مره. تمام فهذا هو الايرور. اوكي ممتاز هي الخطوه الثانيه عملناها، واخر خطوه انا بدي اطبع النتيجه اللي هي بدي استخدمها سيستم دوت اوت. هنا سيستم دوت اوت دوت برنت الان، وهنا احط اللي انا بدي اطبعه. مثلا هنا مثلا the area تمام the area مثلا اكتب is، بعدين بدي انا اطبع هنا الاريا. اوكي ما ينفعش انا اجي اكتب اريا زي هيك، اوكي فصل النقطة في الاخر. ما ينفعش اجي اكتب هي اريا زي هيك مش حيعرف. تمام او اكتب انا زي هيك كلهم بين دبل كوتيشن، لو كلهم بين دبل كوتيشن حيطبع لي نفس الجملة هذه، بس انا بدي اطبع لي الاريا نفس هذا المتغير هذا ايش قيمته. تمام فباجي انا بحطه هنا بسكر الدبل كوتيشن بستخدم الزائد اللي هي اللي هي اداة الربط، فبيجي بربط لي الجملة هذه مع مين؟ مع الاريا هذه. فصارت هنا الاريا ما دامها معرفه والها قيمه
خلص بشيلها وبحط لها القيمة بدال، تمام؟ فلما اجي انا اطبق البرنامج تبعي هنا، هي طبع لي في الاخر the radius is the area is عفوا، والقيمة اللي طلع لي اياها 102 فاصلة، لان هنا حسب لي، تمام؟ طيب على سبيل المثال بدي انه انا دخلت الراديوس بالمتر على سبيل المثال، بالمتر على سبيل المثال، فالوحدة هنا حتكون متر مربع، اوكي؟ ممكن انا اعمل ايش؟ زائد هي ام مثلا سكوير زي اذا هذا الزائد ربطه ما بدي بحطه، بس لازم انا احطها صح. فلما اجي انا اعمل run اوكي، هي طبع لي الرقم وبعدين طبع لي ايش؟ اللي انا حطيته بعده هنا، تمام؟ هذه فكرة انا كيف انا استخدم الاكواد اللي انا عارفها في بناء برنامج استفيد منه، تمام؟ في بناء برنامج استفيد منه.